دكتور، بداية عندما نتحدث عن الهوكم أو ما يسمى بتضخم عضلة القلب، ماذا نعني به؟ ما هي مسبباته؟ بالواقع مسببات هذا المرض بالغالب وراثية. نعم. هو مرض وراثي يصيب المريض غالبا من خلال جينات متوارثة سواء من الأب أو الأم. نعم. وللأسف الشديد إذا كان وراثيا 50% من الأبناء يصابوا بهذا المرض، معرضين للإصابة به 100%. للأسف. هلا في منه أنواع هذا المرض اللي هو الضخامي أو تضخم عضلة القلب، في شيء اسمه انسدادي أو غير انسدادي، ولذلك نعم. الانسدادي للأسف الشديد قد يظهر فجأة ويتسبب بوفاة مفاجئة، والغير انسدادي منه ممكن يتعايش معه المريض، لكن غالبا ما تكون الشكوى أني أنا بتعب مع المجهود، بلهث أو خفقان في القلب. نعم. تتطور بمرور الوقت. نعم. للأسف الشديد دكتور، لما تقول أنا بتعب مع بذل أي مجهود، البعض يقول لك بأنه من الطبيعي مثلا نقص لياقة، والبعض يقول لا، أنت يجب أن تلجأ إلى طبيب قلب حتى يعمل لك تخطيط للقلب. متى نقول فعلا بأنه الدق نقوص الخطر في مثل هذه الحالة؟ الآن للأسف الشديد مرة أخرى يدق ناقوس الخطر عندما يصاب المريض بنوبة إغماء أو ما يشابه الإغماء، حالات ما قبل الإغماء. نعم. هذا هو ناقوس الخطر، أو اضطراب وتسارع شديد في ضربات القلب غير مفسر وغير مبرر. نعم. لإنسان سليم في السابق، هذا هو ناقوس الخطر اللي يجب أن المريض يلجأ مباشرة لنصيحة طبيب القلب واستكمال إجراءات الكشف المبكر عن هذا الاعتلال. أنت قلت دكتور بأنه مرض وراثي، و 50% من الأبناء إذا كان أبوهم مثلا أو أحد والديهم لدي هذا الجين هو معرض للإصابة به مستقبلا. حقيقة. إذن ما أهمية الفحوصات عندما يأتيكم أحد يعاني من هذه الاعتلالات؟ هل تلجؤون إلى فحص الأقارب من الدرجة الأولى؟ أول ما نوصي به عند اكتشاف مثل هذه الحالة عند أي مصاب، نوصي بفحص الأقارب من الدرجة الأولى. نعم. إخوة، أخوات، أبناء وبنات، جدا مهم، لأنه الحقيقة مثل ما قلت لحضرتك 50% سواء كان مكتسب من الأب أو الأم، 50% من الأبناء سواء بنات أو أولاد معرضين للإصابة به، فيجب المسح الشامل في هيك حالة. وكيف تكون الفحوصات دكتور للكشف عنه؟ أهم فحص في مثل هذه الحالة هو فحص صدى القلب، فحص الإيكو. نعم. إيكو كارديوغرام، فحص صدى القلب يكشف حقيقة هذا المرض ويكشف مدى سماكة هذا جدار عضلة القلب، وإذا ما كان من النوع الانسدادي أو الغير انسدادي، وهذه قضية جدا مهمة حقيقة.